وإلى مأرب، حيث أحرزت قوات الجيش والمقاومة مسنودة برجال القبائل تقدما جديدا، وقد فرضت سيطرتها على مواقع جديدة جنوبي المحافظة. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني والمقاومة صدت عدة هجمات حوثية في جبهة رحب جنوبي المحافظة، وشنت هجوما معاكسا على الميليشيا، وتمكنت خلاله من تحرير جبل قيس وجبل الكتف الاستراتيجيين في أطراف المديرية. كما أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران. لمزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا سيد عمار زعب، المدير موقع الجيش سبتمبر نت. أهلا وسهلا بك. يبدو أن هناك تطورات مستمرة في جبهات مأرب، حدثنا عن سير المعارك وأيضا عن الوضع في جبهات المحافظة خلال الساعات الماضية. مساء الخير. الجبهات في مختلف جبهات محافظة مأرب هناك انتصارات يحققها أبطال الجيش الوطني المسنود برجالات المقاومة الشعبية، يصنعون انتصارا يمثل انتصارا لكل المتحلفين حول المعركة الوطنية، معركة استعادة الدولة من الميليشيا وتثبيت دولة العدل والقانون. هذا ما يقوله أبناء الجيش الوطني وأبطال المقاومة الشعبية أنفسهم في المعارك التي يخوضونها سواء غرب مأرب أو جنوب غرب مأرب، حيث المعارك الرجال ثابتون وفي تقدم مستمر. تم إشغال كل محاولات الحوثية البائسة خلال المعارك الساعات الماضية. نفذ الجيش أكثر من هجوم على مواقع الجيش على مواقع الميليشيا الحوثية. هناك أهداف رئيسية للجيش باتجاه محافظة البيضاء للالتحام ببقية المحافظة الجبهات الأخرى، تحرير الطريق الدولي في منطقة الصدارة، الوصول إلى مواقع حاكمة أخرى، تحرير الجبال أيضا، وهذا ما تحقق خلال الساعات الماضية، مثل تحرير جبل قيس والكتف في أطراف المديرية. نستطيع أن نقول أن هناك شبه ثورة في جبل مراد على ميليشيا الحوثي الباغية المعتدية على هذه الأراضي قبل عام. اليوم تتحرر كل هذه الأراضي من ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران. نعم، ماذا عن المعارك الحالية؟ ما هي أيضا المعلومات لديك حول خسائر الميليشيا؟ الميليشيا الحوثية تكبدت خلال الساعات الماضية الكثير، ونستطيع أن نقول العشرات من القتلى والجرحى سواء بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أو بالغارات المكثفة والغارات الدقيقة التي تنفذها مقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي نفذت أكثر من 6 غارات جنوب غرب مأرب على تعزيزات وعلى تجمعات الميليشيا وتحركات الميليشيا الحوثية التي تحاول تعزيز عناصرها في هذه الجبهات. الميليشيا الحوثية تحاول التماسك وتحاول أن تقدم أكثر من خلال عناصرها وتدفع بهم، إلا أن نيران الجيش يقصدون العشرات من العناصر التي تحاول التسلل إلى مواقع الميليشيا. الجيش تخندق في أكثر من في المواقع التي سيطر عليها، وأصبح يمتلك زمام المبادرة ويباغت الميليشيا الحوثية في الوقت الذي يريده، وهذا ما لاحظناه خلال الساعات الماضية. نعم، دور مقاتلات التحالف في المعارك الجارية كيف كانت، وأيضا ماذا عن حجم الخسائر الحوثية جراء تلك الغارات؟ مقاتلات التحالف العربي لم تتوقف خلال المعارك الأخيرة بشكل مستمر بشكل دائم. كما قلت، هناك غارات مكثفة سواء كان في معارك غرب مأرب في المجدح وصرواح خلال اليوم الماضي وخلال 24 ساعة الماضية. الغارات الأخيرة تركزت في جنوب مأرب في جبل مراد وأيضا في أطراف مديرية رحبة وفي جبهة مشيريف التي تحادد محافظة البيضاء. هناك قصف عنيف وقصف شديد وقصف دقيق أيضا، نستطيع أن نقول، على التجمعات وعلى الآليات الحوثية، خسائر الحوثية الميليشيا الحوثية نستطيع أن نقول أنها كثيرة جدا. نعم، شكرا لك سيد عمار زعب، المدير موقع الجيش سبتمبر نت، حدثتنا من مأرب.